علاوي، شنو يعني لك الحشد الشعبي؟ يعني الحشد الشعبي كل علي نجم. احنا من بداية الفتوى سماحة السيد السيستاني الله عليه الصلاة يحفظه والسلام، الله ويخلي خيمة يحفظه. علينا وعلى كل العراقيين يا رب، أول ما انطلقت الفتوى احنا باشرنا بقصائدنا وكتبنا للحشد الشعبي، لأن شفنا مواقفهم وشفنا بطولاتهم والحمد لله والشكر. بيضاء وجهنا. شلون ما بيضوا وجهنا؟ لو ما الحشد الشعبي ولو ما الجيش العراقي ولو ما الشرطه الاتحاديه ما وجهاز كان احنا مكافحه قاعدين هاي الارهاب القعدة. وكل هاي الناس اللي اشتغلت، صحيح زين، ما كان قاعدنا هاي القعده ولا بالضبط، كان ضحكنا هاي الضحكه. مستحيل زين، اي مستحيل. طيب، اول قصيدة قدمتها للحشد الشعبي؟ اول قصيده كانت اللي هي املح ومن ملحه ومن لحيت القاع، سمعنا اياها. نسمع. تقول املح وبن ملحه ومن لحيت القاع، املح وبن ملحه ومن لحيت القاع، الجبل لو لبسه يطلع بيه زغر مو فيت، ما انا معذرب وكلش ما الرداد، واذا قالوا حرب راسا قلت يا ريت. الله، وانا الهوهيم خبل ترز جلد وياي، وانا الذباله حصره وخلص الباكيت، وانا اخوتي قبل للحرب من الروح، ام الصيحه حذروا حذر الحرب تعشق ميت، او ورانا يصيح ابوي وراية العباس اللي ما مثلوم سيف لا يطب للبيت، اذا تنكتني مني يطيح بس بارود، السواتر مني ملت وانا ما مليت، الله انا بكل حرب قاع الصدر ديوان، وهذاك بكل حرب قاعد بباب البيت، انا بكل حرب قاع الصدر ديوان، وهذاك بكل حرب قاعد بباب البيت، ومس فرح لجاري، امس فرح لجار الامه دز مرسال، لا تقولين ابنه بيك خابر باي، يمه وداعتك واللبن والكاروك بصحراء الرماد العلق عدي مناي، ودعائك يمه طيح داعش بنص يوم، وابنك خلك القصبه تحول ناي، وعلم ننخ علي وحدهم يطيحون وشمسهم تشغل الدور لها وصله فياي، كم حيدر طلع من صحت يا كرار، ومن صحت السمر من صحت السمر عابس فزع وياي، من صحت السمر عابس فزع وياي. الله عليك، الله يسلمك ويخليك، جنن. الله يحفظك، كلش تجنن، الله يخليك.